في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، كما تشاهدون الاستعدادات فتحت البوابات واندفعت الجهات المحلية المبتدئة فئة الانتاج عمر 3 سنوات على بركة الله تعالى في شوطنا الرابع من علامة 1600 متر. وكما تشاهدون الآن البداية لزار في المركز الأول يحاول أن يحافظ على الصدارة وأخذ زمام المبادرة من البداية على بركة الله تعالى. كما تشاهدون الآن مشاهدينا الكرام زار في المركز الأول مع محاولات الآن تأتي لبقية دائما تحاول أن تتقدم أيضا في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام زار 13 زاهي الميدان يحاول أيضا التقدم في هذه اللحظات، 18 كذلك باهظ يتقدم المركز الثالث، والمحاولة تأتي لرقم 11 أخو نجمة للتقدم في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام المحاولات على الصدارة لزار، لزار يحافظ على الصدارة، التقدم يأتي لزاهي الميدان، المطاردة والملاحقة تأتي لباهظ الآن من الخارج، الآن باهظ يأتي إلى الخارج الآن. مشاهدين الكرام زار يحافظ على الصدارة مع ريان الطويرش، الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات، بدأت الإثارة الآن. مشاهدين الكرام قدرة الله من الخارج الآن يحاول أن يتقدم، تحاول أن تتقدم في هذا الشوط، المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، بدأت الإثارة الآن، التقدم لزار، زار يحافظ على الصدارة في هذه اللحظة، زار يحافظ على الصدارة في هذه اللحظة. مشاهدين الكرام المحاولات تأتي لقدرة الله من الخارج، إزار يتقدم في هذه اللحظات، إزار، إزار يتقدم ومن الخارج الآن قدرة الله، قدرة الله تأتي الآن إلى المركز الأول بكل قوة ما شاء الله تبارك الله. يبدو قدرة الله لفؤاد محمد فهد من غشيان.